يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لحوم هذه الحيوانات حلال؟ حمار الوحش المخطط و... وش اللي يحرمه؟ يعني الخطوط تحرمه؟ هذا من الصيد حلال. نعم، بل المخطط أجمل وأحسن. نعم. والفيل؟ الفيل لا، الفيل من الخبائث. نعم. والورل؟ ها؟ الورر يقول، أو الورل. الورر ها؟ لا هذا حرام، ما يجوز، هذا من الخبائث. وأيضا هو يفترس. نعم. والضب؟ الضب طيب، من الطيبات، وكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، وقال هو لم يأكله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعتد أكله وليس بأرض قومه. إلى حرام هو؟ قال لا، ولكني أجدني أعافه، فهو حلال. نعم، لأنه يتغذى بالأعشاب. نعم.